في خضم الأزمة التي تهدد بسقوط الائتلاف الحكومي وبعد تجميد القائمة العربية الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس لنشاطها البرلماني، وفي الائتلاف يعقد مجلس الشورى والمكتب السياسي التابع للحركة الإسلامية اجتماعا تشاوريا لبحث قضية بقاء الموحدة في الائتلاف أو الخروج منه، ويعقد الاجتماع في مكاتب الحركة الإسلامية في مدينة كفر قاسم. إذ ينضم إلينا من هناك الآن في بث حي ومباشرة مراسل قناة هلا علاء شرشير. مساء الخير علاء. مساء النور زميلي شاكر. نعم، الآن يجري الاجتماع الهام والحاسم لمجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية خلفي هنا في مدينة كفر قاسم في مكتب النائب وليد طه. هذا الاجتماع في نهايته سيتقرر إذا ما ستعود القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي أم ستنسحب كليا، وهل ستصوت القائمة الموحدة مع حل الكنيسة أم لا. ننتظر نتائج هذا الاجتماع الذي يجري بأجواء مغلقة، حيث أن القائمين على المجلس الشورى قد نقلوا مكان الاجتماع، حيث كان من المقرر أن يعقد في مقر مجلس الشورى في كفر قاسم، لكن بعد ذلك تقرر نقل مكان الاجتماع ليكون اجتماعا مغلقا في مكتب النائب وليد طه. تواجد في هذا الاجتماع، رأينا حضور النائب منصور عباس، قيادات في الحركة الإسلامية ومجلس الشورى، نواب سابقين عن القائمة العربية الموحدة النائب مسعود غنايم والنائب طلب أبو عرار. قبل قليل دخلت أمامنا النائب إيمان خطيب ياسين. هذا وكانت كما نعلم جميعا القائمة العربية الموحدة قد جمدت عضويتها في الائتلاف الحكومي وفي الكنيسة احتجاجا على أحداث المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والآن هذا هو الاجتماع الحاسم لمعرفة قرار مجلس الشورى الإسلامي بعودة القائمة العربية الموحدة للائتلاف أم لا. كنا قد تواجدنا نحن منذ عصر اليوم في مقر مجلس الشورى في كفر قاسم، هناك وصل النائب منصور عباس، ولدى وصوله تحدث لقناة هلا وتحدث لعدسة قناة هلا، وقال أن هناك محادثات تجري في هذه الأثناء مع قادة الائتلاف الحكومي حول قضايا المجتمع العربي. ونحن نعلم أن القائمة العربية الموحدة عندما جمدت عضويتها قالت أن لديها شروط ومطالب للعودة للائتلاف الحكومي. النائب منصور عباس أكد لقناة هلا كذلك أن القائمة العربية الموحدة حرة في قرارها، وأنها في النهاية ستتخذ القرار الذي يخدم مصلحة المجتمع العربي. دعونا نشاهد المقابلة التي أجريتها عصر اليوم مع النائب منصور عباس. ماذا سيجري في هذا الاجتماع اليوم؟ المجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة سيبحث كل الخيارات المطروحة على الطاولة، وسيتخذ القرار الذي يناسب مصلحة المجتمع العربي الذي انتخبنا من أجل أن نقود هذه المسيرة السياسية لتحقيق حقوق ومطالب وحل مشاكل المجتمع العربي. شروط للعودة للائتلاف، ماذا بخصوص هذه الشروط؟ هل يوجد اتفاق مع رئيس الآن يدار الآن في هذه الساعة وقبلها وبالأيام الأخيرة هنالك مفاوضات محادثات مستمرة مع الائتلاف حول كافة القضايا التي تهم مجتمعنا العربي. بناء على النتائج سنتخذ قرارنا اليوم. في حال إذا لم تتم تلبية مطالبكم هل ستنسحبون؟ القائمة العربية الموحدة سيدت نفسها، هي أوجدت مصطلح القرار المستقل لنا كمجتمع عربي وكقوة سياسية، وبالتالي نستطيع أن نتخذ القرار الذي نراه مناسبا لصالح مجتمعنا العربي. دكتور منصور عباس، كان هنالك حديث أن أطراف مجلس الشورى نادوا بعودة الموحدة إلى القائمة المشتركة، ما تعليقك على ذلك؟ لا، هو الخبر الذي خرج من المشترك نفسها من أيمن عودي تسريب لأحد الصحفيين ثم نفى هذا الأمر. هذه إحدى التمثيليات والمسرحيات التي تنجح دائما المشتركة في تقديمها للناس، هذه مسرحيات. القائمة العربية الموحدة انتخبت من قبل المجتمع العربي من أجل أن
تقوم بدورها في تحقيق مصالح المجتمع العربي، لا من أجل أن يعني تتلهى وتنشغل بالمسرحيات والتمثيليات القائمة المشتركة بأحزابها المختلفة. بالأمس القائمة المشتركة صوتت ضد حجب الثقة عن الحكومة، ما رأيكم بتصويت المشتركة؟ هذه أولا طعنة في خاصرة المجتمع العربي، ثم طعنة في خاصرة في ظهر القائمة الموحدة. عمليا القائمة الموحدة اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في الائتلاف من أجل أن تضع الحكومة والائتلاف أمام مسؤولياته تجاه المجتمع العربي، وندير مفاوضات على هذا الأمر. تأتي القائمة المشتركة التي تسمي نفسها قائمة الكرامة والحقوق وتطعن المجتمع العربي في ظهره والموحدة من أجل أن تحصل فتات ومكاسب تساوم على حقوق مجتمعنا العربي، وتستخدم المغالطات بمعنى أنه يقولون نحن صوتنا ضد حكومة نتنياهو، نتنياهو موجود في الائتلاف، حتى لو صوتوا مع حكومة مع اقتراح نتنياهو لن ينجح في تشكيل حكومة ولا في إسقاط الحكومة الحالية. كان بإمكانهم أن يمتنعوا، ولكن في نهاية الأمر صوتوا مع الحكومة من أجل أن يطعنوا المجتمع العربي والقائمة العربية الموحدة في الظهر. هذا أقل ما يقال فيه أنه عمل غير مسؤول. القائمة المشتركة فقدت البوصلة عام كامل، وهم يوجهون الاتهامات والطعن والتشكيك بالقائمة العربية الموحدة واتهامها بالمساومة وبالمقايضة وبالانبطاح، ثم ماذا تفعل القائمة المشتركة بجبهتها بتجمعها بتغييرها؟ كلهم يصوتون مع الحكومة. مقابل ماذا؟ ما الذي تغير؟ هل تغيرت الحكومة وأجندتها اللي اعتبروها الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل، أم أن المشتركة انكشفت على حقيقتها، حقيقة الدجل والكذب والبحث عن المصالح الشخصية والمصالح الحزبية؟ هذا معنى. والنائب سامي أبو شحادي قال أنهم محل الكنيسة. هو يحاول الآن أن ينقذ نفسه من هذه الورطة التي ورط التجمع فيها، وهذه ليست أول مرة. أنا أذكرك أنه التجمع اصطف مع كل أحزاب القائمة المشتركة وصوت مع التوصية وذهب مطانس وعمل توصية على بيني غانس، واليوم اجتمعوا مع بيني غانس، ولكن الآن نتركهم وشأنهم، فقدوا البوصلة. هم ليسوا جديرين أن يديروا عملية سياسية تحقق مصالح مجتمعنا العربي. شكرا لك دكتور. كل انشغالهم الآن في المحافظة على وجودهم السياسي والحزبي.